صادق مجلس نواب الشعب بالإجماع للانتقال إلى مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي فصلا فصلا، وقد تم رفع الجلسة العامة بطلب من رئيس لجنة النظام الداخلي، وذلك للنظر في مقترحات التعديل المقدمة والتي فاقت 160 مقترحا، بغاية توحيد المقترحات على أن تستأنف الجلسة أشغالها يوم الغد. للناس اللي قدموا مقترحات التعديل والممثل لهم اللي هو الشيء اللي يكون موجود، نعملوا معناها جلسة لتجميع هذه المقترحات وإمكانية أنه نوحدوهم في بعضهم، باش كي ننطلقوا في عملية التصويت نكونوا على الأقل ما نقعدوش في فصل نصوتوا على 10 مقترحات، نكونوا قد جمعنا أكثر ما يمكن من الآراء وتوحيد المقترحات. السادة النواب راهو قدموا ما يزيد على 150 تعديل. نعتقد مسألة الأجال راهو ضرورية. إذا كان نفتحوا باب يعني فتح الأجال راهم بعد حتى في المستقبل راهو يا سيدي ما ثم ولا عرف أجا نفتحوا الأجال، وقتها راهو يتعطل عمل المجلس، ولذلك هذاك علاش كي نقروا أجل يلزمنا نحترموه. هذا واعتبر عدد من النواب أن هذا المشروع لم يعطي صلاحية كافية للنائب في جهته، داعين إلى ضرورة أن يتضمن هذا المشروع فصولا تنص على إلزامية المبادئ والقيم الخاصة بالعمل البرلماني لتعزيز المسؤولية النيابية تجاه الدولة والشعب. نلقاو بعض اللجان اللي تضم 6 و7 و8 مطات، تلقى النقل وتلقى الصناعات التقليدية وتلقى عديد من الاختصاصات مضمنة وملمحة بصفة تلميحية في الخدمات. دونك هذايا ما ينجم يؤدي كان أنه القطاعات هذايا ما نجمش نعطيوها أكثر معناها اهتمام. يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل كامل، حيث زاد في المقترح التعديلات نجد العديد من الفصول وقع حذفها، لذا حذف هذه التعديلات. يحجر على النائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو بدون مقابل على معنى الفصل 61 من الدستور. هذه راهو نحن قلنا فيه مقترحات تعديل موجودة، لكن نحن حددنا وكيف كان ثبتوا في التقرير متاع اللجنة البارح، قلنا سيكون هناك قانون خاص سيحدد ذلك. كنت نحبذ نلقى مدونة سلوك برلمانية، كنت نحبذ نلقى مقاربة نوعية ونلقى تناصف بين المرأة والراجل، كنت أود لو ركز نظامنا الداخلي على النجاعة وحسن الحوكمة. كما استأثرت قضايا السيادة الوطنية وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الوطني وربط علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل وتجريم التطبيع بتدخلات عدد من النواب، إلى جانب الدعوة إلى إرساء المحكمة الدستورية ورفض التدخل في شؤوننا الداخلية. ولهذا نحن في هذا البرلمان ونحن نصيغ في نظامنا الداخلي يجب أن نرسم سياستنا الوطنية، ويجب أن نندد بكل أشكال التدخل والتأثير على القرار الوطني التونسي، على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، على اعتبار أنها شأن داخلي بامتياز. دعوة إلى السيدات والسادة النواب إلى ضرورة التعجيل بالمحكمة الدستورية اليوم لاستكمال البناء الديمقراطي في تونس، فلا يمكن أن نقر بدستورية هذه القوانين في ظل غياب المحكمة الدستورية. وأجمع النواب المتدخلون في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على ضرورة الإسراع في المصادقة على نظام البرلمان الداخلي والانكباب على سن القوانين والتشريعات اللازمة للخروج من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والاستجابة لتطلعات وانتظارات الشعب.